نستمع من رام الله إلى الدكتور جمال التميمي. مساء الخير دكتور جمال. مساء النور، حياك الله. دكتور جمال، هل تعتقد بأن الإدارة الأمريكية لها مصلحة بإقامة دولة فلسطينية، بالتالي قد يكون هناك ضغوطات قادمة على دولة الاحتلال؟ والله يعني أنا رايح أقول لك بكل بساطة أن الموقف الأمريكي حقيقة من ناحية الشكل يعني حدث عليه تغيرات كثيرة. يعني المتابع لخطاب أوباما الذي جاء يعني بعد 8 أو 9 سنوات من حالة العداء للعالم الإسلامي والعربي، يجد أنه في هناك لغة جديدة يستخدمها الرئيس أوباما تجاه العالم الإسلامي والعربي. أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حقيقة تحليل الخطاب لأوباما يؤكد أن الفلسطينيين وفلسطين تحوز على حجم كبير في خطاب أوباما. يعني أعطيك مثال، خطاب أوباما الذي جاء في القاهرة 2009 كانت كلمة الفلسطينيين 19 مرة في خطابه، مقابل العنف والتشدد والحالة الأفغانية والعراق مرة أو مرتين. الشكل العام لخطاب أوباما يؤشر بأن في هناك نوايا أمريكية إيجابية تجاه الصراع العربي. هل هي نوايا أم هناك مصلحة أمريكية أم قيم أمريكية كما يقول معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى؟ هل هي قيم أم مصالح؟ أنا أعتقد يعني سمعت الأخ أبو فادي، أول شيء تحياتي ومساء الخير أخي أبو فادي. مساء النور، أهلا وسهلا. الله يحييك. أنا أتفق معه تماما أن ما يحرك الولايات المتحدة الأمريكية هو المصالح السياسية والاقتصادية والجيوبوليتيك، ولا يحركها يعني اندفاعات سياسية. من يعتقد أن صناعة القرار في أمريكا يصنعه رئيس فهذا خاطئ. هناك مؤسسات راسخة في الولايات المتحدة سياسية. الولايات المتحدة الأمريكية كما قال الأخ أبو فادي وأنا أؤيد ذلك، تعي تماما أن الوظيفة السياسية والعسكرية لإسرائيل تختلف تماما عن الوظيفة السياسية والعسكرية لإسرائيل قبل سنوات طويلة. دكتور جمال التميمي من رام الله، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. أستاذ محمد، يعني نحن عمالنا نتحدث على قبل عام وخطاب أوباما، وأنت تحدثت بأن اللوبي الصهيوني عمل وضغط وغير الموقف الأمريكي، ورأينا ذلك من خلال زيارة كلينتون العام الماضي أو في نهاية العام الماضي عندما كان هناك مواقف جديدة تجاه الاستيطان. لكن العملية من خلال شهر أو 3 أسابيع ومجيء ميتشل وبدء المفاوضات غير المباشرة، إسرائيل ترى أو تبحث عن مبرر لإيقاف مثل هذه المفاوضات، وإسرائيل قد تكون العملية الدموية التي حصلت في البحر الأبيض المتوسط أحد أسباب ضرب هذا التوجه، حتى تشعل المنطقة من جديد لأنها وجدت نفسها في كما يتحدثون في كرة القدم في الكورنر. هل تعتقد بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلية قد تصعد في الأيام القليلة القادمة حتى تنهي ما أوجده الإدارة الأمريكية أو ميتشل؟ لا يوجد نقاش أو جدل حول عدم نية هذه الحكومة لاتفاق سلام. لا يوجد لدي في الأحلام، وأنا أعرف نتنياهو عن ظهر قلب، شاركت في المفاوضات معه لسنوات وشاركت في المفاوضات مع باراك. هذا ائتلاف لا يستطيع أن يصنع سلام، هذا ائتلاف يستطيع أن يصنع حربا ومواجهات، وأن يجر المنطقة من حرب إلى حرب ومن مواجهة إلى مواجهة. ولكن ربما يتساءل البعض أنه طب ليش بتفاوضوا؟ نحن ندير صراع من الطراز الأول، صراع سياسي. كيف نستطيع أن نؤمن حماية للشعب الفلسطيني بالحد الأقصى ولكن مع عدم التخلي عن حقوقنا الوطنية؟ هذا هو العنوان، ونديره بطريقة إيجابية وحكيمة وثابتة الخطى. لكن إذا دخلت هل سيتخذوا إجراءات جديدة؟ أستطيع أن أقول لك توقع من هذه الحكومة أي شيء سلبي وأي شيء إيجابي. أستاذ محمد، يعني أنت حكيت في فضائية العربية وبالتحديد ب 18/5 في برنامج بانوراما منتهى الرمحي بأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الحالية لا تريد السلام. نعم. إلا أنها تستطيع أن تفرض السلام. صحيح. ما هو تعليقك على ذلك؟ حتى المشاهد يعرف الفرق ما بين حكومة ترفض السلام إلا أنها قد تستطيع أن تفرض السلام. فهي تستطيع ولكنها لا تريد، يعني ببساطة بلغة الفلاحين هي لا تريد السلام،
وإذا أرادت السلام تستطيع أن تصنع. طيب حكومة العمل هي تريد السلام لكن لا تستطيع أن تعمل سلام. نتنياهو، أنا أتحدث عن هذه الحكومة، هذه الحكومة تستطيع أن تصنع السلام وستحصل على 60% من رأي الجمهور الإسرائيلي بحل الدولتين. حكومة أخرى هل ممكن أن تفرض أو تصنع السلام؟ لا أنا حكومة عمل مثلا؟ لا، حسب طبيعة الائتلاف، حسب طبيعة الائتلاف. أنا أتحدث عن هذه الحكومة لأنه البعض يقول أو يدعي إنه يعني إذا بده يصنع السلام معنا الحكومة ستسقط. هذا ادعاء باطل، سيخرج رئيس العصابة هذا ليبرمان من هذه الحكومة وتدخل تسيب لبنان التي يعني تقبل بحل الدولتين. ولكن الأساس الأيديولوجي والسياسي لتكوين هذه الحكومة، نتنياهو على المستوى الشخصي غير مؤمن بالسلام، وهو لا يخفي هذا الأمر، غير مؤمن بحل الدولتين وغير مؤمن بحل الدولة وغير مؤمن أن هناك شعب فلسطيني يستحق الحياة. هذا تشرب ثقافته السياسية من والده وهو كاتب للحركة الصهيونية تاريخيا معروف، وبالتالي نحن نعرف الأشخاص. لكن هناك مؤسسة كمان في إسرائيل، مؤسسة يعني مؤسسة إسرائيل زي أي بلد من العالم الثالث، ما توهم، ما تتوهم. ما إسرائيل حد بيعمل الجنون اللي عملوه في بخرة البواخر فك الحصار عن الشعب إذا تحققت أكثر من هيك ولا حققت أهداف فضيحة دولية لإسرائيل. الآن إسرائيل في مواجهة كل المجتمع الدولي، الآن إسرائيل منبوذة، يعني زي ما بيقولوا أن الفلاحين زي الرجل الأجرب. تحولت هذه الدولة التي كانت تدير شأنها بعبقرية وتكسب العالم وتحول الشعب الفلسطيني الضحية إلى معتدي بذكاء شديد، اليوم تتورط في يعني كوارث الواحدة. نحن ضحية بس هل العالم يعرف أننا نحن الضحية وهم الجلادون؟ الآن نعم، أنا أستطيع أن أجزم أن السنوات الأخيرة تحولنا إلى ما يجب أن نكون، إلى ضحية، لأننا نحن ضحية. استطاعت الحكومات الإسرائيلية المتتالية بغباء من بعض السلوك الفلسطيني في المعارضة أنه يحولونا إلى معتدي. إحنا اللي تحت الاحتلال اللي قاعدين في رام الله محاصرين، تحولنا وكأنه إسرائيل دولة غلبانة وإحنا مهاجمين عليها. لكن دعني الآن، نعم إسرائيل في الوعي الدولي الرسمي والغير رسمي هي دولة بلطجة ودولة معتدية ونحن شعب ضحية.